اخترت وجهي عن هذه المدينة لأجل كل شرهم. وأرد سبي يهوذا وسبي إسرائيل وأبنيهم كالأول. فتكون لي اسم فرح للتسبيح وللزينة لدى كل أمم الأرض الذين يسمعون بكل الخير الذي أصنعه معهم فيخافون ويرتعدون من أجل كل الخير ومن أجل كل السلام الذي أصنعه له. هنرى جزء من مزمور 91. شكرا للرب. يا رب يسوع لك الشكر، لك الشكر يا رب. مزمور 91 نرى ثلاث أعداد من 14 إلى 16، ممكن نراهم بصوت واحد كلنا. مزمور 91 من عدد 14 للآخر. لأنه تعلق بي أنجيه، أرفعه لأنه عرف اسمي، يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق أنقذه وأمجده، من طول الأيام أشبعه وأريه خلاصي. ثم أخيرا من إرميا 29، إرميا 29، أرى برضو عددين هناك. إرميا 29 ونقرأ من عدد 11 وإلى عدد 14، نقرأهم برضو بصوت واحد. لأني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم، يقول الرب، أفكار سلام لا شر، لأعطيكم آخرة ورجاء، فتدعونني وتذهبون وتصلون إلي فأسمع لكم، وتطلبونني فتجدونني إذ تطلبونني بكل قلبكم، فأوجد لكم، يقول الرب، وأرد سبيكم وأجمعكم من كل الأمم ومن كل المواضع التي طردتكم إليها، يقول الرب، وأردكم إلى الموضع الذي سبيتكم منه.
نصلي. أبانا السماوي، نشكرك، نمجدك، نعظمك لأجل هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون. يا رب مهما تعجبنا من العجائب اللي أنعمت علينا بها، لكن ده ما يجيش حاجة في التعجب المفروض تتعجبه. لك المجد يا رب، لك المجد، لك المجد. أنت قلت لإرميا يجيبك بعوائص. إيه ده؟ عظائم وعوائص. وسع مخنا شوية عشان نعرف يا رب. مين يفهم الكلام ده؟ منك أنت؟ إذا كانت المخترعات البشرية منفهمهاش، هنفهم العوائص والعجائب الإلهية؟ بنعمتك ممكن نفهم على قد ما نقدر يعني. تكلم إلينا يا رب، فنحن عبيدك سامعين. آمين 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 آمين. شكرا للرب، شكرا للرب. تأملنا بنعمة المسيح في هذه الفرصة عن الآية دي، ناخد منها جزء في أصحاح 33، وهي أدعني فأجيبك. كملت الآية: وأخبرك بعظائم وعوائص لم تعرفها. وهنا كلام لإرميا: أدعني فأجيبك. وهذا النداء قرأنا عنه في مزمور 91، وقرأنا عنه كمان في إرميا 29، وفي أجزاء كثيرة من كتاب المقدس. وكل ما يكون الإنسان طيع ولين بين يدي الرب، ويستطيع أن يميز صوت الرب تلقائي، كل ما الرب قدر يعني لهذا الإنسان عظائم أعظم وعوائص أعقد. العوائص دي حاجة عويصة يعني. وكل ما الإنسان يكون له جزء في حياته مش قليل في الجسد، يدعو وربنا يقول له: هقول لك ازاي طيب. لكن هنا الكلام ده مذكور هنا في إرميا، لأنه دي حاجة خاصة بإرميا، زي ما قلنا الصبح، خاصة بإرميا الحكاية دي، وباللي زي إرميا يعني. في الجزء الأول صوره ربنا كيف إن هو صنع أورشليم السماوية، وكيف صورها، وكيف ثبتها، والحدث اللي بيجرى قدام عينين إرميا هو إيه؟ هو هدم أورشليم الأرضية. يا إخوي بتقول لي عن حاجة عظيمة خالص، وال يعني الصورة بتاعتها الأرضية اتحرقت، بتتكلم عن حاجات لاهوتية عجيبة جدا في السماء، والهيكل اللي اتحرق واتكسر واتبهدل. مخه ايه ده اللي يفهم الكلام ده؟ فهمه ازاي؟ ده احنا اي كارثة تحدث في حياتنا، او زي ما قال بطرس بلية محرقة تحدث، ما بنشوفش امل خالص في الحياة. لكن هنا الرب يقود إرميا يقول له: أنا عايزك يعني وسع مخك، ادعيني ادعيني، هجاوبك، ادعوني فأجيبك، وأخبرك بعظائم وعوائص لم تعرفها. طيب الدعوة دي لما تقول له العظائم والعوائص، فعلا قال له كتير في الأصحاحات اللي جاية في سفر إرميا. لما تدعو لي خلاص عرفها، خلص الموضوع، ما يخلص كيف؟ أمال إيه؟
ده كل ما أقول له عزايم وعوائص يزل منها. لو قدر يستوعب شوية منها كده يسألني ثاني أقول له ما هو أعظم. لو قدر يستوعب كده يطلب أقول له ما هو أعظم، إلى أن يصل إلى العظائم الحقيقية في السماء. إيه ده؟ إيه ده؟ هذا الجسد الترابي لا يمكن أن يصل إلى السماء. ليه؟ لأنه مش هيحتمل عظائم السماء، لابد أن يتغير، ونحن نتغير بيقول بولس الرسول أو الكتاب المقدس، هم يقومون بغير فساد، ونحن نتغير لما قاعدين عند مجيء الرب. لازم نتغير. هنعرف إزاي العوائص، العظائم والعوائص السماوية. هنا كان بيقول الحقيقة وقاصد العظائم والعوائص السماوية الخاص بإعادة أورشليم، لأنه طبعا الحريقة دي والانتصار ده والنبوات ضد أورشليم، ضد أورشليم. إرميا ربنا قال له، قول لهم قبليها بأصحاح تقريبا أو حوالي أصحاح، لما هم الجيش الكلداني لما سمع ان الجيش المصري طلع عليه بناء على دعوة اسمه ايه ده الملك وقت اسمه ايه صدقية، هو لما نقراها بعمق شوية نلاقي ان نبوخذ نصر ملك بابل لما ادى صدقية يحكم حلفه باسم الهه اللي هو يهوى، يعني قال له احلف لي انك ما تخنيش، انك انت تكون ملك عوضا عني عن هذه البلد، كلكم ملك، ما هم تلكهم خلاص بالقوه الجبريه، تكون ملك على هذه البلد وتعيش معايا في سلام مع بعض. وبغير صدقية ما ياخد باله حلف باسم الهه. يشبه الكلام ده اللي حلفه يشوع باسم الهه للجبعونيين، ده في أيام سفر يشوع، بين ده وده يمكن 1000 سنة وشوية، مش عارف كام، يعني مدة كبيرة خالص. فلما جه صدقية بعت لمصر، ربنا بعت لعنة عليه في إرمية، خان العهد باسمي، حلب باسمي ويبعت لمصر. فصار قرار أعلم بواسطة إرمية أيضا من الرب، أروح أقول له الجيش اللي سابكم وراح مصر هيرجع تاني وهيحرق البلد، وأنت ستسلم ليدي ملك بابل. واسمع، لو أنتوا حاربتوا الجيش ده و بقي بضعة جرحى، يعني موتون كلهم ما عدا كم واحد جريح، كل واحد في خيمة كده جريح، كل واحد 10 20 30 100 مش مشكلة، هيقوموا الجرحى دول ويحرقوا البلد وياخدوا البلد. ليه؟ انت خنت، اسمي اتذكر في هذا العهد، ازاي تنكثوا؟ طبعا هو لا دريان صدقية ولا حاجة خالص، فاكرها لف ودوران. فاللي حصل هنا في أصحاح 33 بيشير لهذا الأمر في العدد ال ادعوني فأجيبك، ده العدد الثالث. في العدد الرابع والخامس، لأنه هكذا قال الرب إله إسرائيل عن بيوت هذه المدينة وعن بيوت ملوك يهوذا التي هدمت للمتاريس والمجانيق. إيه سبب الهدم والخراب ده؟ يقول يأتون ليحاربوا الكلدانيين. يعني يأتون ليحاربوا الكلدانيين، لسه قايل له لو انتوا حاربتوهم هم حكسروكوا، راحوا محاربوهم. هم مطلوب منهم ايه؟ ما عندهمش قوه، طيب يعملوا ايه؟ يسلموا نفسهم. ما انا بقول لهم سلموا نفسكم، ما فيش حرب، انا مش عايز ابهدل البلد، سلموا نفسكم البلد تأمن.
دي كانت رسالة إرميا طول سفره. يا صدق سلم نفسك. هو كان أكثر نبوات بين صدق وبين يهويقيم، دول أخوات. يهويقيم الابن الثاني لجوسايا أو يوشية، وصدق غالبا الولد الرابع لصدقيم. يعني في واحد سبا ملك مصر وده الثاني، وبعدين الثالث يهويقيم، وبعدين الرابع صدقي. فالإنذار ما تحاربوش، ما تحاربوش، سلموا نفسكم. لكن النعرة بقى اللي هيكل الرب، هيكل الرب، هو معقول هيكل الرب يتحرق؟ احنا هنحرج ربنا وحنعاند معاه، هو مش هيقدر يحرق لك. حرقوا ايه؟ ما يحرقوا مشكلة، عندوش مشكلة ربنا، حرقوا بنا تاني. فهنا بيقول له بين دي بين خدمة الصبح اللي هي عدد 2 وبين عدد 5 ده، بيقول له في عدد 3 ادعوني فأجيبك، ده موضوعنا النهاردة، قول لي أجاوبك. أنا عارف إنك متحير قوي يا إرميا، وإنك فعلا شفت الخراب زي ما شفنا الخراب حصل. بيقول التي هدمت للمتاريس والمجانيق ورشيلم خربت، قول لي أجاوبك. إرميا كان مذهول من اللي حاصل قدامه، مش عارف يعمل إيه. لكن بيقول له أخبرك بعظائم وعوائص لم تعرف. ده في العهد الجديد يجي لنا من عرف فكر الرب أو من صار له مشيرا. الله حينما ينفذ أمرا لا يمكن للإنسان أن يفهم الأمر ده ليه، مستحيل من نفسه، إلا أن الرب أراد أن يعلن له. والإعلان يأتي لما الإنسان يكون واخد على ربنا ورب، والإنسان يدعو ربنا، رب يقول ادعوني فأجيبك، يقول له أنا بسألك يا رب اللي حصل ده ليه. ما نعرفش إرميا عمل كده ولا لا. يعني إيه عظائم؟ عظائم إن أعمال الله كلها عظيمة، كلها عظيمة فوق تصور الإنسان خالص، فوق تصور الإنسان. لماذا؟ لأنه معنى في العهد الجديد لنا فكر المسيح، لكن برضو ما أبعد أفكار الله عن أفكارنا. صحيح بننال نعمة في الروح القدس في العهد الجديد، درس العهد القديم، والعهد الجديد مذكور زي ما قلنا في 131 و133 مذكور كمان بتكرر. يعني كل هذا بمجيء الرب، بفتح باب الخلاص، بصليب الرب، بدم الرب. لكن أعمال الله عظيمة لا يمكن تخيلها. في حد يتخيل مثلا الشمس؟ يعني احنا بالتلسكوبات والبتاع والاختراعات الجديدة دي والاكتشافات، بس نعرف 1 على مليون على موضوع الشمس. يعني مثلا لما تخيل محمد الشمس، محمد ده بعد المسيح ب600 سنة، تخيل بني آدم بيتخيل الشمس، قال لك بتغبر في بير حمئة. تخيل ايه ده؟ هو ده تخيل الإنسان، مش ملوش دعوة بقراءة كتاب مقدس خالص. تخيلها كده، ان في بير بعيدة بعد الأفق كده بتغرب فيها الشمس، تقعد فيها الصبح تطلع تاني. تخيل بني آدم. فما أبعد أفكارنا عن أفكارنا، عظائم. طبعا العلم الحديث تعرف الدائرة الكونية والدائرة الشمسية والدورانات اللي بتحدث في الكرة الأرضية، وبين فاهمين شوية اللي بيحصل، لأن فاهمين قد إيه؟ فاهمين 1 على مليون من حقائق الكون. دعني فأجيبك بعظائم، أخبرك بعظائم. هذه العظائم ليست فقط عظائم الكون اللي حقيقة، طبعا عظائم الكون رهيبة قوي خالص، مش دارس فلك، لكن أي حد دارس مذهول من
من اللي درسه اللي هو لا يساوي شيء بالنسبة للحقيقة. لكن العظائم هي بالنسبة لإرادة الله في حياة كل إنسان فينا. يعمل كده ليه فيا؟ أمور عظيمة ما دام الإنسان سالك في مشورة الله، وأمور عظيمة لما يرد الضال، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمي. عمل كذا مرة مع داود، وداود كذا مرة ثانية، مش مرة واحدة ولا اثنين. لما قال إن سهلك يوم بيد شاول وراح لصغلق هناك وقعد يقعد يكذب عليه مش عارف كم شهر، قال الملك جيت في الآخر قال له حارب معاك، قال له تعالى، على ما رجع لقى صغلق محروقة. كان كارثة اللي معاه، قالوا موت الرجل ده، سبب بلوينا داود، داود ده سبب بلوينا. لكن رب مرضيش طبعا ورد كل شيء. ايه العظائم دي يا رب؟ طب ده انا غلطان، انا قعدت اكذب على الراجل مده كبيره، الراجل لما الراجل وثق فيا اجي خدني انا حارب بني، انا حارب بني اسرائيلي ازاي؟ ده انا اسرائيلي ابن اسرائيلي، ده انا لو موت واحد اسرائيلي ده اروح فيها. اكيد داود ادرك انه غلط، مش مذكور في الكتاب الكلام ده، لكن اكيد ادرك. ايه الامور العظيمه اللي عملتها دي؟ تشفيني وتدويني وتردني وتقتل شاول وانا اروح يملكوني في حبرون ويجوا الفلسطينيين عشان خليني اموتهم كلهم في افترسهم هناك. وربنا يقول له في الحرب الثانيه، يقول له تسمع صوت خطوات انسان في اشجار البكا تعرف ان انا طالع، انت اللي طالع، ايوه انا اللي طالع لك، طالع قدامك. وافترسهم الرب، افترسهم داود لان الرب طالع قدامه. ايه العظائم يا رب؟ انا غلطان، عظائم حبيتك يا داود، عظائم الله مع الانسان اللي هو في المسيح يسوع، عظائم لا يمكن أن تقدر، لا يمكن أن تفهم. عظائم، عظيم هو الله، عظيم يا رب في خلاصك، عظيم في شفائك، عظيم في رد النفس، عظيم في التعزية، عظيم في العز، عظيم في الكرامة، عظيم عظيم أنت يا الله. مش بس عظائم لكن عوائص. إيه العوائص دي؟ إنك بقى ملاش حل، ملاش حل العوائص دي، عوائص يعني حاجات عويصة. هقول لك حاجات مش ممكن تصدقها وبتحصل. إن كنت أنت وف مرنا ناتي إليك على الماء، قال تعال اخد. أنا قلتها كده يعني كده، تعال مش على الماء. إيه ده؟ إيه ده؟ حتى هو مش مهيأ، فبص الريح خاف، حكاية طلعت جد، ترى يغرق. يا رب نجني يا قليل الإيمان، لماذا شككت؟ مش تطيل الإيمان، تعال ليه شككت؟ عوائص الرب عجيبة جدا. من عرف فكر الرب أو من صار له مشيرا أو مين يعني أشار إليه فهم دين ربنا. مين؟ ما بحدش خالص. من أعطاه فيوفي. مين إدى ربنا حاجة كده يعني كبيرة عشان ربنا يوفي حقه؟ هو حق الله لينا بس وعلينا نحن ننفذ أوامر الرب ونتلذذ بأموره معانا ونفرح بتعزياته ونشبع بشخصه فلا نفشل. بس ادعوني، ادعوني فأجيبك وأخبرك بعظائم وعوائص لم تعرف. وقال له الحاجة كانت يعني أكبر حاجة في مخ إرميا لا يمكن، مش قادر يفهمها إطلاقا، إزاي ربنا حرق الهيكل
وإزاي أفنى الأمة ما صارت في الفناء. هي فين؟ ما فيش أمة إسرائيلية، ملكوها الكلدانيين. أفنى الأمة اللي هو ربنا إداها لهم على بحر كام سنة زمان خالص، واستمرت الأمة، أمة بقى لها سنين. مش قادر أفتكر التاريخ وصلت 1000 ولا ما وصلتش 1000، من وقت ما امتلكوها في أيام يشوع لغاية إرمية اللي هو صدقية الملك، ما حسبتهاش، مدة كبيرة جدا. تفنيها؟ طب هتعمل ايه في بركتك لابراهيم؟ تعمل ايه في البركة دي؟ حبقوق كل سفره الثلاث أصحاحات في حبقوق كلها حاجة جايبين وبين ربنا هتختار حبقوق يقول له الإعلانات دي. حبقوق يتناقش معاه بالفهم كده، يا أخي فهمني، مش بتأسف يا أخي يعني كم فهمني، يعني أنت تعاقب الشرير بالأشر منه، ما تدخلش الدماغ دي. طب شوف واحد بار يعاقب شعبك، ما فيش واحد بار ما تعاقبوش، إيه ميك سنس؟ لكن مش عند ربنا. ليه مش عند ربنا؟ لأن الشعب ده اللي هو عارف ربنا أخطأ لابد أن يضرب. طب أيوة هتضربوا بمين؟ تضربوا بناس أشرار أكتر منه؟ دي مش مشكلة عندي. ليه؟ لأن في وقت عند الرب اسمه أفكار عقاب، حلول دينونة على الشعب، لازم تتم الدينونة. وفي حاجة اسمها أفكار سلام، وده اللي هنا بيقول هو لإرمية، في حاجة اسمها أفكار سلام. افكار سلام لازم انا ارجع، عشان ما تقوليش ازاي بقى، مالكش ده مش شغلك بقى، انت هتفهم كل اللي بعمله؟ طب بس اديني، مش هقول لك. قال الاشاعي العيق، قال له هخلي الكورش ملك فارس اللي هو مش من ام اليهوديه خالص امسحه. ايه دي؟ مسيحي كورش ملك فارس يرجعهم. ايه الازهال ده؟ تعملها ازاي دي؟ انت مالك انت يا اشعيا؟ طبعا اشعيا ما سالوش، انا بتصور يعني انا شخصيا ما عشتش العهد القديم يعني، وما استاهلش اعيش فيه، ده الانبياء كبار، لكن الحقيقه حاجات عظائم وعواص جدا. ازاي شعبك لانه اخطا يتهدم بملك اممي ويرجع بملك اممي؟ ده حتى الأممي اللي هيخرب البلد هخلصه يبقى في السماء، والتاني كورش ده 100% في السماء، كورش ده مسيحي. إيه ليك العجب يا رب، ليك العجب؟ طب مش أنا مش ضربتهم أيام يشوع بالزنابير؟ طب إذا كنت بستخدم الزنابير وشغلها زي ما أنا عايز، مش هستخدم بشر؟ استخدم بشر، بشر بتفهم، زي ما تفهمش بقول لها حاجة البشر. ده في المنشور الملكي أو الإمبراطوري اللي أصدره كورش ملك فارس، يقول لك قد أمرني إله السماء. يا خبر، عرفها زي مالكش دعوة إشعيا، عرفها ورجع الشعب والبنى الهيكل. طبعا دي كانت بالنسبة لإرمية ذهول، فهنا بيقول له يا إرمية أنا عايز أقول لك على الأمور العظائم، يجيب له سيرة كورش ولا حاجة. قال له ايه؟ قال له بني اسرائيل دلوقتي انا ضربتهم، ده في عدد 5 اللي قريناه، ده قلنا الغضب انه قال ما تحاربوهمش، هم حاربوهم، حاربوا الكلدانيين، انا ارادتي الكلدانيين يحرقوا البلد، خلاص اسكتوا انتوا، سلموا نفسكم ليهم، مرضوش حاربوهم. فبيقول كده ياتون ليحاربوا الكلدانيين ويملؤوها من جيف الناس. مين يملؤوها دول؟ اللي هم الكلدانيين، موتوهم، دي إرادة ربنا اللي قالها. الذين ضربتهم اللي هم بني إسرائيل اللي ضربتهم، الذين ضربتهم بغضبي وغيظي، لأن ده كان وقت ستر عيني عن هذه المدينة، دي لازم تتحرق البلد دي، الشر شرهم صاعد أمامي زي ما حصل مع سدوم وعمورة، دي شرهم صاعد أمامي تتحرق. دو كاريزة نار من السماء، ده الناس ولعوها، بشر ولعوها. وبعدين
ضربتهم بغضب وغازي، سترت واجع عن هذه من اجل كل شر. وبعدين نقطه، هذا الست يقول ايه؟ ها انا ذا اضع عليها رفاده وعلاج. ايه خد ازاي بعد ما اتحرقت؟ مالكش دعوه، بس انا بقول لك الاسرار عش فيها، لان يعني في وقت اسمه وقت الشفاء، جه وقت اسمه وقت السلام في الارض، جه وقت اسمه وقت العوده الى الارض اللي سبيتهم منها. حاجات اذهال، ويرمي بيسمع كده مصدق كل كلمه بس مش قادر يتخيل ولا كلمه. هان الأرض عليها رفاده وعلاجا واشفيهم، ده الايه اللي بعديها، واعلن لهم كثره السلام والامانه. مش امانتهم هم، امانه الرب لوعده اللي قالوا ان مجد هذا البيت الاخير يكون اعظم من مجد الاول، لان يسوع هيدخل الهيكل اللي هو بناه زربابل ابن شالتئيل ويهوشع الكاهن العظيم. يا الهي ايه الافكار العجيبه دي، ايه الافكار العجيبه دي؟ ادعوني فاجيبك واخبرك بعظائم وعوائص لم تعرفها، وأرد سبي يهوذا وكمان سبي إسرائيل. مش بس أنا هقبل سبتين ثلاثة بس، لا كلهم ال 12 سبت، حتى في سفر الرؤيا 12 سبت، 12 ألف من كل سبت، 12 في 12. صحيح في السبت ده ملوش عدد، لكن غالبا شوية قليلين فما تعدوش يعني، لكن تحاسبوا مع سبط ثاني انه واخد افراي ومنسى سبطين مش سبط واحد. وارد سبي يهوذا وسبي اسرائيل وابنيهم كالاول، واطهرهم من كل اثمهم الذي اخطاوا به الي، واغفر كل ذنوبهم. ايه اللي حصل امتى؟ في الصليب. حصل في الصليب، والكنيسه الان التي تملا العالم كانوا أول الداخلين فيها يهود طبعاً. أمال إيه؟ هو المسيح وعظ اليهود طبعاً، كان في أميين يعني، قائد المئة دخل، والست بتاعت كنعانية دخلت، أفراد، لكن الكم الكبير في يوم الخمسين يهود من كل الشعوب مشتتين في كل الدنيا، بلاد الدنيا، وكان بيسمعهم بلغته، بيسمعوا كلام بطرس كل واحد بلغته. أرد سبي يهوذا سبي إسرائيل أبنيهم كالأول، كأبنيهم كالأول، أطهرهم من كل إثمهم الذي أخطأوا به إلي، أغفر كل الذنوب. طبعا تخيلوا إرميا سمع الكلام ده، إيه ده؟ حاجة يعني حاجة تبهج قوي والواقع يحزن قوي. هيتحول إزاي الخراب ده والهيكل المحروق والعمدان اللي اتكسرت وترحلت على بابل، والسبي اللي طلع ده طلع كذا سبي، واحد واثنين وثلاثة، ايه ده؟ ورب يقول له الكلام ده. يقول ايه كمان؟ يقول فتكون لي، ايه دي اللي هي اورشليم، تكون لي اسم فرح للتسبيح. مش عارف، مش قادر طبعا، لان رهبه الله في كلامه معاه لازم يصدق، الكلام مصدق 100%، لكن الواقع يقول مستحيل مستحيل، لكن الإيمان يقول هل يستحيل على الرب شيء؟ ويرمي عايش في العوائص دي وفي تفسير الرب وساكن أمام الرب. وهذا كله يعود بنا إلى تعامل الرب معنا إحنا شخصيا، تعامل الرب معنا إحنا شخصيا بصراحة أميز وأعظم من تعامل الرب مع شعبه في العهد القديم. ليه؟ لأن احنا العروسة، نظر لنا شيئا أفضل لكي لا يكمل بدوننا. عامل الرب معنا عظيم عظيم ورهيب، عظائم وعوائص، ممكن نقول الرهيب دي زي العوائص، حاجات ما تتفهمش يعني، عظيم. أخبرك بعظائم وعوائص لم تعرف.
مثلا. أول أطفى في العروسة كانوا تلاميذ المسيح. أصرف الجموع يبتاعوا لهم طعاما، الوقت مساء، الوقت قد مضى، أعطوهم أنتم ليأكلوا. نعم، يعني كم عندكم من الخبز؟ ما كانوا نسي ياخدوا خبز خالص. فواحد منهم شاف واد كده، قال له تعال هنا، عندك انت معاك كده؟ قال له معايا خبز. قال له كام؟ قال له 5 رغيف وسمكتين. قال له هنا غلام معه 5 رغيف وسمكتين. واحد تاني من تلميذه، ما هذا المثل اولاد ده، مش شايف الناس، هات الدهان هاتوهم لي. خده بارك قسم. أنا حاولت أفهم من كل القصص المعمولة على الحادثة دي قسمهم إزاي، ما فهمتش، ولا أفتكر حد ممكن في الدنيا يفهم قسمهم إزاي. 5 ترغيفة، 1، 2، 3، 4، 5 سمكتين، قسمهم إزاي؟ ما أعرفش. لكن إيه النتيجة؟ 5000 راجل ما عدا النساء والولاد كلهم كانوا شبعوا، وفضل منهم كام؟ 12 أوف. ده إيه ده؟ إيه ده يا رب؟ ده إيه ده؟ شفت الخير لما الرب يرضى عليك يا جراي؟ شفت الخير لما أنت تمشي مع المسيح وتعيش مع المسيح وتبقى جعان؟ وقال التلاميذ يقولوا بخليهم يمشوا يشتروا عشان ياكلوا. طب اللي ما عندوش فلوس يعمل إيه؟ طب اللي ما فيش محل يقابله في السكة يعمل إيه؟ وإزاي ياكلوا والخبز النازل من السماء موجود معاهم؟ تعمل إيه يعني؟ تعملكوا أعمل إيه؟ شوف بس عندكم إيه؟ 5 رغيف وسمكتين. وكررها تاني بعديها مدة مش كبيرة. ده إيه ده؟ ده إيه ده؟ هو ذا الذي تحبه مريض، سمع الكلام بس وقعت في المكان اللي فيه يومين. قال وايه؟ مش انت بتحبه؟ اه. طب ما تمشي تروح. مالك انت يا اخي؟ انا ليه معاد اروح فيه؟ لو انا رحت دلوقتي هيلحقوا قبل ما يموت، هيشفى، خلص الموضوع. لكن ده انا عايز ادي درس، لان خلاص الصلب فاضل له كان اسبوع و10 ايام. عايز ادي رؤيه للتلاميذ عن القيامه قبل قيامتي أنا اللي هتحدث بعد 10 أيام أو 15 يوم. فالمطلوب أنا أقعد في المكان اللي فيه وأمشي على مهلي بحيث أوصل بعد 4 أيام من لما مات. ياه، كان ماشي على مهله قوي يعني، لما قعد في المكان اللي فيه يومين لما خلاص بقى. لا، لكن هو طبعا غالبا المشوار خد اليوم ولا حاجة. المهم وصل بعد 4 أيام لما نتن، يعني مفيش فايدة خالص. وأخته مرسى، أخته مريم، يا سيد لو كنت هنا لم يموت أخي. عشان أنت بتعرف تشفي، لكن تعرف تقوم، تعرف تقوم بعد ما نتن؟ يعني مش ممكن. والابن أرملة نين، يعني هو كان ميت يا دوبك طازة، ما نتنش. بنت يايروس كانت في حال الموت، لكن ده ميت بقى 4، مدفون في القبر ومكفنينه بقى 4 أيام. قد أنتن. ألم أقل لك إن أمينة إن أمنت ترين مجد الله يا مرسى؟ أنا قلت لك قبل حكاية قد أنتن، قلت لك أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحي. وفجأة مرسى شافت حينما نادى يسوع بصوت عظيم. أول رفع الحجر، قال له ارفع الحجر. نادى يسوع بصوت عظيم، لازر. نعرف الدنيا كلها قالت لازر، صوت عظيم كله سمع. هلم خارجا، فخرج الميت. ايه ده؟ ايه ده؟ عظائم وعواص. في العهد القديم هدم وبنى، وبعدين مش بس كده، في العهد الجديد برضه نفسها هدمت تاني اورشليم، وهتتبني تاني ليملك الملك في أورشليم. إيه ده؟ دعني فأجيبك.
وأخبرك بعظائم وعوائص لم تعرفها. احنا قرينا مع إرميا، قرينا في مزمور 91، نشوف أخبار ايه هناك. الحتة صغيرة اللي قريناها كفاية علينا. يدعوني، ده عدد 15 اللي قريناه، يدعوني فيستجيب له. مين اللي يدعوك ده يا رب اللي انت تستجيب له؟ ده العدد اللي قبليه، لأنه تعلق بي. مين اللي يدعوك ده؟ ده الواد الصغير متعلق بي. لكن حكيم زمانه ده اللي بيفسر يمتحن المسيح وكده، يعني مش مصدق كل الروحيات ولا doesn't make sense وما تنفعش مع القرن العشرين. خليه بعيد، ده ماليش دعوه بيه. لكن واحد متعلق بيا، تعلق بي انجيه ورفعه لانه عرف اسمي. يدعوني فاستجيب له. ايه ده؟ الرب معه على طول، مع الطيب القلب، مع المسلم كل اموره للرب، مع العايش مع الله، السالك مع الله، مش المخ شغال مخه شغال مخه شغال يعقد البسيط ويضلم المنور. بشر دول بشر بشر عجب بشر عجب. لأن يعني الإنسان، أي إنسان بشري، بين اتجاهين: اتجاه إن في داخله شوق للروحانيات، وفي داخله جسد يشتهي الأرضيات، فهي مشكلة جوا الإنسان. اللي سماها الكتاب الروح والجسد، حتى عند المؤمنين بالروح نميت أعمال الجسد. فاللي بالروح يميت أعمال الجسد ده يدعي ربنا بس، يقول له خد اللي أنت عايزه. يدعوني فأستجيب له. بدخله ضيق، معه أنا في ضيق. يعني إيه؟ يعني الضيق بيكون لذيذ قوي لما الرب يكون مع الإنسان في الضيق، لذيذ جدا. في محاكمات العهد القديم، اللي هي مش عهد القديم، قصدي يعني العهد القديم في الكنيسة، بولس الرسول لما كان بيقابل نيرون كان الرب يكون معه، وبطرس قابل نيرون كان الرب يكون معه، ويطلع مقابلة مستريح جدا، سواء ده أو ده أو ده، أي حد، ويتلذذ بالرب. هو بيتذبح وبيتحرق بأي حاجة. معه أنا في الضيق أنقذه. أنقذه من إيه؟ أنقذه من تأثير الضيق، أنقذه من فشل الضيق، أنقذه من أي تعب، وأمجده. لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر إيه؟ ثقل مجد أبدي. يا عظائم عوائص حلت المشكله. مش فاهمها خالص إرميا، ازاي الارض اتحرقت وفي حاجه يملك فيها المسيح؟ حاصل يا حبيبي، اتحرقت ورجعت تاني، وبعد كده برضو بيتكم يترك لكم خرابا ورجعت تاني. طبعا كل ده مش ممكن يفهمه إرميا. عظائم عوائص، وسيملك الرب في جبل صهيون، وسيكون ملك ألف سعيد جدا في تلك المنطقة. وجنبهم على الشمال كده الشرقي في جوجو ماجوج، ألف سنة بس بالنسبة لهم دمار، بالنسبة للملك الألف ده قمة السعادة. لكنك يقول عن ألف مرة ألف سنة، هنا يبارك ألف سنة. يدعوني فأستجيب له، ما هو أنا في الضيق وانقذه ومجده من طول الأيام واشبعه. يعني كل يوم يشبع شبع جديد، شبع أعظم من اليوم اللي قابله، شبع ما عرفش جاله من فين، لكن تعزيات الروح القدس تلذذ نفسي. طبعا كلكم دريانين بشبع استفانوس وهو بيترجم. ايه ده يا رب اللي انت عملته ده؟ واحد بيترجم بيترجم، الرجم ده موت بطيء، يعني قول السيف هي خبطه وخلص. لكن ده مش مصرح لليهود وقتها انهم يقطعوا بالرقبه، لكن مصرح ليهم الرجم عشان الشريعه بتاعتهم تقول راجم، فيها راجم
كان وقتها الدولة الرومانية بتسمح للدول اللي راحوها اللي ياكلها اندوديني بيقول له ينفذوا الكبار ينفذوا على الصغيرين، فذلك امكن تنفيذ الحكم على استفانوس. الكبار حكموا عليه كده خلاص، طلع حكم في منتهى اللذة، كانت إرادة الله. وربنا نشن على شاول قال له اقف هنا احرس الثياب، انا عيني عليك، عارف انت هتكون ايه بعد مدة قليلة قوي. ايه العظايم دي يا رب، ايه العظايم العواظ دي. الله ممسك بكل دفة الامور وكل دفة امر في حياتك الشخصية وفي حياة كل ابن وبنت ليه. اللي يسمع هيعرف عظايم وعوايص، اللي مش هيسمع هيتكدر طول يومه وطول حياته متكدر، انا مش فاهم اللي يحصل ده ليه وليه وليه وليه. لكن اللي تعلق بيه هنا زي ما قال كده بالظبط كده، تعلق بيه ونجيه، ونجيه من الاضطراب ومن الحيره. بولس كان بيتحير في كل شيء، بس بيتحير يا ترى اعمل يا رب اعمل يا رب، مش بيتحير انه يعني مستغرب على ربنا، لا بولس كان واخد على ربنا كتير. إذا كان خدوا الفردوس يعني وطيروا معاه في الفردوس، حكاها بعد 14 سنة، فواخد على عظيم ربنا. بس كان متحير، متحير في كل شيء، أو يعني مش عارف يعمل إيه. ليه؟ لأنه مطالب إنه يعرف رأي الرب في كل حياته، في كل شوية بيقضي يعني بينه وبين الرب كلام كتير لغاية لما تيقن أن الرب دعاه، يعني خد اليقين من الله يعمل إيه النهاردة؟ في مرات تبقى سهلة، مرات تبقى صعبة. يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق، أنقذه وأمجده من طول الأيام، وكل يوم يحمل شبع جديد وإعلانات جديدة وعظائم جديدة وفهم عوائص جديدة. يا للعيشة معاك يا رب. مسكين الإنسان اللي عايش في اضطراب الدنيا، بيلعق التراب وعايش زي الحيوانات والبهائم التي تباد، ده غلابة قوي 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 النوع ده من البشر. وللأسف في شوية من المؤمنين عندهم العيشة دي، عايش في الدنيا، كل كلامه في الدنيا، كل رأيه في الدنيا، كل أخباره دنيا. لكن نشكر الله أنه بينقذ الإنسان من هذه الأمور، زي ما قال داود يرد نفسي يهديني إلى سبل البر من أجل اسمي. نختم بإشعياء قصدي إرمية 29 الآية اللي احنا قريناها هناك، لك المجد يا رب. إرمية 29 بيقول الكتاب في عدد 12 و13، فتدعونني وتذهبون وتصلون إلي فأسمع لكم. ده إيه ده؟ عن رد السبي. كل ده لاحظوا في سفر إرمية، إرمية اللي حدث في وقته في أيامه حرق البلد. صحيح 29 ما كانتش اتحرقت، بس كان محاصرة من ملك بابل والنبوات كلها هيحرقها. فهنا بيقول ربنا إرمية بيقول له ايه؟ هكذا قال الرب، حدد له الميعاد. دي كانت مباركه جدا عندنا لما اعرفها لما اراها، وركز في الصلاه ومذكور هنا هيحصل صلوات. هكذا قال الرب، اني عند تمام 70 سنة، وفسرناها 70 سنة دي اللي هي 490 سنة، ما سبوش السنة السابعة ما زرعوهاش، فأسمها ربنا يبقى كام مرة تتزرع الأرض لازم تاخد راحة. قال 70 سنة راحة للأرض، ما تزرعش خالص، مفيش حد يزرعها، ساب شوية فلاحين زيها بس يزرعوا ايه، دي الأرض كبيرة قوي، كل واحد زرع له حتة جنبه كده بس، لكن بقى فاضي. لأنه هكذا قال رب، إني عند تمام 70 سنة لبابل أتعهدكم وأقيم لكم كلامي الصالح بردكم إلى هذا الموضع. كلام بيقوله لإرميا برضو، لسه زي ما اتحرقتش لكن عارف أنها هتحرق،
لأني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بكم بها عنكم. تعرفتها إمتى؟ دي منذ الأزل عارفها، بس بيعلنها الإرميا دلوقتي. أفكاري تجاه شعبي، يقول الرب، أفكار سلام لا شر. أيوة بديت بالضرب لأني لازم أضرب، لكن في النهاية سلام، النهاية خير، إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. ما أعظم أعمالك يا رب، كلها بحكمة صنعت. أفكار سلام لا شر، لأعطيكم آخرة ورجاء. كل الكلام عن فداء المسيح. إرميا مشهور جدا بتفسيره للعهد الجديد، ليس كالعهد القديم إنه يفعل يحبها، لكن العهد الجديد أضع اسمي فيهم، أضع روحي فيهم، لا يسأل كل واحد أخاه، لكن متعلمون كلام الرب من جواهم، اللي هو شخص روح القدس اللي بيدخل فينا بعد صليب المسيح وإعطاء روح القدس. فتدعونني وتذهبون وتصلون إلي فأسمع لكم، وتطلبون نتيجة اسمعنا الآية دي 1,100 مرة في السنة، ما عارفش أي كم عددها، لأنها مهمة جدا، هي أفكار الله من جهة أولاده. وتطلبونني فتجدونني إذ تطلبونني بكل قلبكم، فأوجد لكم يقول الرب، وأرد سبيكم وأجمعكم من كل الأمم ومن كل المواضع إلى التي طردتكم إليها يقول الرب، وأردكم إلى الموضع الذي سبيتكم منه. أما نشيدنا في العهد الجديد، إحنا اللي عصرنا كل الكلام ده، ودلوقتي بقى لنا تاريخ، تاريخ إن سبيت أورشليم واتحرقت أورشليم، تاريخ إنهم عادوا بعد 70 سنة، تاريخ إن المسيح دخل الهيكل، اتبنى الهيكل بعد كده، بعد 70 سنة يتبنى الهيكل، واتبنى السور بواسطة أحباء مشهورين جدا في الكتاب، وأسفار كتبت أثناء البناء، والعوائق اللي حدثت البناء، وربنا كمل البناء، والأنبياء اللي أرسلوا البناء. ثم جاء المسيح، دخلنا في العهد الجديد، هتاف الملائكة، اخبار الرعاة بواسطة الملاك، وبعدين جمهور الجند السماوي والرعاة راح هناك، كل ده معروف لينا. طب احنا دلوقتي بقى نشيدنا ايه؟ هنا بيقول من كل الامم اجمعكم ان انتم اضطردتوا ليها، لكن دلوقتي نشيدنا في العهد الجديد، تلخصوا الترنيمة دي، من كل الامم، من كل القبائل، من كل الشعوب، امام عرش النعمة، امام كرسي المسيح واقفين لينالوا الاكليل. اتى للرب مش اليهود بس، فكر الله ليس لليهود فقط، فكر الله للعالم أجمع، مش يجمعهم الأمم لظلاتهم ليهم، لا ده يجمع الأمم معهم، يجمع الأمم من كل الأمم ليخلصوا، لأن في هذا الخلاص تمت مقاصد الرب اللي أعلنها لإبراهيم، اللي هو ويكون نسلك بركة لكل الأمم. أعطيك المسيح الذي يكون بركة وخلاص لكل الأمم، وترى كل الشعوب مجد الله. ما أعظم أفكارك يا رب، ما أعظم أفكارك، وما أعظم طرقك، ولإلهنا كل المجد الأبد، آمين. الرب ينعم علينا، ونستمع لترنيمة وبعدين نجمع التقدمة ونختم اجتماعنا بالصلاة الأخيرة. هللويا، لك المجد يا رب، لك المجد، لك المجد، لك المجد، هللويا. لك المجد يا رب. كما علت سماؤك عن أرضنا، لقد علت عن فكرنا
أفكارك يا رب. يا رب يا رب وقد سمع يا رب ما أبعد أحكامك ما أعمق أفكارك يا سيد الأرض لك كل السجود والثناء. من يستطيع أن يقول قد عرف فكر القدير أو من يذيع أو يكون يوما لربنا مشير. منك الجميع وبك الكل فيك ولك أنت العلي وحدك بأمرك كون يسير. رب مهوب ومخوف إلهنا رب العظيم وقلبه قلب عطوف يحبنا فهو الكريم. ففي المسيح أعلنا حبا شديدا نحونا نلنا به خلاصنا أنقذنا من الجحيم. لأنه تعلق بي فلذا أنجي. يا رب يا رب. لأنه تعلق بي فلذا أنجي. لأنه عرف اسمي أرفعه يدعوني فأستجيب معه أنا في الضيق أنقذه وأمجده من طول الأيام أنا أشبعه. كل ملاد تصلي لنا. هللويا هللويا. يا رب يا رب يا رب يا رب. نعم 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 نعم. Mm.